ثم يقول أيضا لخراف أخر، مش بس الرعية كما قال المسيح إنه جاء إلى خراف إسرائيل الضالة، لكن في خراف أخر اللي هي من الأمم، هذه ليست من هذه الحظيرة. مكتوب أيضا يجمعها، مكتوب عن يسوع ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. أضع نفسي لأخذها، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. فعلا هذا هو عمل يسوع المسيح عندما جلب وأحضر الخراف الأخر. مكتوب جعل الاثنين واحد، عندما تكلم مع بولس عندما كان في كورنثوس قال لأن لي شعبا كبيرا في هذه المدينة. فهو يهتم بالخراف ويهتم بالرعية، بل يضحي بنفسه من أجلك ومن أجلي أيضاً.